بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، يقرأه عليكم أحد أنصاره إلى الله. عنوان البيان: من يعتقد بشفاعة العبيد بين يدي الرب المعبود فقد أشرك بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار السابقين الأنصار في الأولين وفي الآخرين وجميع المسلمين إلى يوم الدين. أيا أمة الإسلام، يا حجاج بيت الله الحرام، اتقوا الله، فإني أنذركم ما أنذر به الذين من قبلكم، فذروا عقيدة الشفاعة من العبيد للعبيد بين يدي الرب المعبود، إني لكم نذير مبين بالبيان الحق للقرآن العظيم. وأجد الذين يعتقدون بشفاعة أولياء الله لهم بين يدي الله يعتقدون بشفاعة أولياء الله لهم بين يدي الله قد أشركوا بالله وكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وإليكم السؤال والجواب مباشرة من محكم الكتاب: فهل يعلم سين واحد؟ فهل يعلم الله بأحد من عبيده يتجرأ أن يشفع لعبيده بين يدي ربهم يوم القيامة؟ قال الله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سين اثنين: وهل أمر الله رسله إلى الناس أن ينهوهم عن الاعتقاد بشفاعة أولياء الله بين يدي ربهم؟ قال الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. سين ثلاثة: وهل للكافرين شفعاء بين يدي ربهم كما يعتقدون في الدنيا والآخرة؟ جيم ثلاثة: قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. صدق الله العظيم. سين ثلاثة وسين أربعة: وهل للمؤمنين شفعاء بين يدي الله كما يعتقدون؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. سين خمسة: إذن لن يجرؤ أحد أن يتقدم بين يدي ربه يحاجه من أن يعذب عباده الذين ظلموا أنفسهم فيشفع للظالمين بين يدي ربهم. قال الله تعالى: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. صدق الله العظيم. سين ستة: فإذا كان الأب من أولياء الله وابنه من الذين ظلموا أنفسهم، فهل يغني عنه من عذاب الله شيئا فيشفع لولده بين يدي ربه؟ قال الله تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. سين سبعة: وهل إذا كان الزوج من أولياء الله وزوجته من الذين ظلموا أنفسهم، هل يغني عن زوجته شيئا فيشفع لها بين يدي ربها حتى ولو كان نبيا ورسولا؟ قال الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهم فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم.
سين ثمانية. فهل هذا يعني نفي الشفاعة مطلقا للعبيد بين يدي الرب المعبود لكافة عبيده؟ قال الله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. سين تسعة. إذن لن ينفع الأرحام أرحامهم بين يدي ربهم، فلا يأذن الله لأحد منهم أن يشفع لأهله بين يدي ربه. فزدنا فتوى في ذلك من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب. سين تسعة. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. سين عشرة. إذا الشفاعة هي من الله إليه فلم تتجاوز ذاته سبحانه إلى أحد من عباده، فزدنا فتوى التأكيد من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. هل يوجد في سنة البيان في الأحاديث النبوية الحق ما يزيد ذلك بيانا وتوضيحا للأمة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يبين للناس الكتاب بالحق؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم عن عائشة قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وآله على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. إذن فلماذا يا أمة الإسلام تذرون الآيات البينات المحكمات هن من آيات أم الكتاب عن فتوى نفي الشفاعة لعبيد بين يدي الرب المعبود نفيا مطلقا، ومن ثم تتبع الآيات المتشابهة عن الشفاعة التي لا تحيط بسرها علما؟ فهل في قلوبكم زيغ عن الحق البين في آيات أم الكتاب فتذروهن وراء ظهوركم وكأنكم لا تعلمون بهن وتتبعون الآيات المتشابهات بذكر الشفاعة؟ ومن فعل ذلك ففي قلبه زيغ عن الحق. وقال الله تعالى: أفلا تعلمون أن من أعرض عن الفتوى في آيات الكتاب البينات لعالمكم وجاهلكم أنه من الفاسقين. وقال الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق الله العظيم. ولربما يود أحد علماء الأمة أن يقاطع الإمام المهدي فيقول: أفلا تفتنا كيفية الشفاعة في الآيات المتشابهات كونه يأتي فيهن ذكر غير مباشر للشفاعة وغير مفصل، وإنما نفهم منه إن الله يأذن لعبد أن يخاطب ربه ولكننا لا نعلم كيفية خطاب ذلك العبد إلى الرب. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صدق الله العظيم. ومن ثم يرد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول: إنك تفهم من ذلك إن الذي أذن الله له أن يخاطب ربه عن سر الشفاعة فإنك لم تجده أنه تجرأ أن يشفع بين يدي ربه لعباده، بل كان يحاج ربه أن يرضى في نفسه
ولذلك قال الله تعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، صدق الله العظيم. ومن ثم تعلم أن ذلك العبد إنما كان يخاطب ربه أن يحقق له النعيم الأعظم من نعيم جنته فيرضى، وذلك لأنه يتخذ رضوان الله غاية وليس كوسيلة ليدخله جنته، بل يريد من ربه أن يرضى في نفسه، ولن يكون الله قد رضي في نفسه حتى يدخل عباده في رحمته فيأذن لعبده ولهم معه أن يدخلوا جنته، وذلك لأن هذا العبد يعلم أن الله هو أرحم بعباده من عبده، فكيف يشفع بين يدي الله أرحم الراحمين؟ ولا ينبغي له، فلله الشفاعة جميعا. وحين يسأل العبد من ربه أن يحقق له النعيم الأعظم من جنته ويحرم على نفسه نعيم الجنة ما لكم ما لم ويحرم على نفسه نعيم الجنة ما لم يحقق الله له النعيم الأعظم منها، فإذا رضي الله في نفسه يسمع الناس نداء ربه الموجه إلى عبده بالبشرى برضا عبده قبل ذكر رضوان نفسه تعالى، وذلك لأن الله يعلم أن عبده لن يرضى حتى يكون الله راض في نفسه، وإنما البيان الحق لقوله تعالى راضية بمعنى إن الله قد رضي في نفسه على عباده، وذلك لأن رضوان ذلك العبد متعلق برضوان ربه في نفسه. وقال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. وهنا سماع أمر الله إلى عبده أن يدخل هو وعباده جنته، هنا المفاجأة الكبرى، فلم يصدقوا ما سمعوا، فهل الله يستهزئ بهم أم أذن لهم بالحق أن يدخلوا جنته؟ ومن ثم ردوا عليه زمرة ذلك العبد الذين يعلمون عن حقيقة اسم الله الأعظم بما علمهم به ذلك العبد من قبل، ولذلك ردوا على السائلين قالوا الحق وهو العلي الكبير. فلم يستهزئ بكم سبحانه من ذا الذي هو أرحم بكم من الله العلي الكبير، وتبين للسائلين عن الشفاعة أن ليس لجميع العبيد بين يدي رب المعبود أن يشفعوا لعبيده بين يديه سبحانه، ولكنهم ليسوا بأرحم من الله أرحم الراحمين، وإنما ذلك العبد الذي أذن الله له أن يخاطب ربهم كان يحاج ربه ليحقق له النعيم الأعظم، وتم عرض نعيم الملكوت كله عليه فيأبى إلا أن يحقق له النعيم الأعظم من ذلك كله، مما أدهش كافة خلق الله من الملائكة والجن والإنس مسلمهم والكافر، فيقولون في أنفسهم وأي نعيم هو أكبر مما عرض الله على هذا العبد ليرضى، فيأبى إلا أن يحقق الله له النعيم الأعظم من الملكوت كله، فغمرت الدهش ملائكة الرحمن المقربين. فقالوا في أنفسهم سبحان الله، فلا نعلم بنعيم في خلق الله هو أكبر مما تم عرضه على هذا العبد. وظنوا جميع أولياء الله في أنفسهم ظن السوء في ذلك العبد، فقالوا في أنفسهم فما بعد أن يعرض الله لهذا العبد كافة نعيم ملكوت ربه في الكتاب فيأبى إلا أن يحقق الله له النعيم الأكبر من ذلك كله، فهل بعد ذلك التكريم الذي رفضه ذلك العبد إلا أنه يريد أن يكون هو الإله؟ ولكن زمرة ذلك العبد ضاحكة مستبشرة بتحقيق النعيم الأعظم، كونهم يعلمون الحق من ربهم إن النعيم الأعظم من ذلك كله هو رضوان الله في نفسه، لأنهم يعلمون أن ذلك هو حقيقة اسم الله الأعظم الذي لم يحب به إلا ذلك العبد في الكتاب، وهو من علمهم بحقيقة اسم الله الأعظم. وفي أثناء خطاب ذلك العبد لربه وما عرض الله عليه وهو يأبى، وهم يضحكون ويستبشرون بتحقيق النعيم الأعظم من نعيم ملكوت الله كله. وأما سبب ضحكهم